خلينا نبدأ على كل برضو حلو نقول مبروك لمنتخب مصر، فوز كبير وفوز عظيم فعلا وصعب، هو ممكن نقول صعب كمان على منتخب الأردن، يعني كانت روحنا برضو عارف بتروح كل شوية بدقيقة بتعدي وإحنا يا جماعة الوضع هيبقى إزاي، النتيجة النهائية هتبقى إزاي، لكن الحمد لله يعني أداء كان ونتائج برضو عظيمة يعني من بداية البطولة لو هنتكلم كمجمل للمنتخب، ونقدر نقول لهم برضو هارد لاك للمنتخب الآخر، لكن إحنا استمتعنا فعلا امبارح. الماتش كانت بدايته يمكن صعبة جدا بتسجيل الهدف في المرمى بتاعنا في بداية الشوط الأول، ولكن قدرنا إن إحنا نسجل التعادل في آخر ثواني لنفس الشوط عن طريق طبعا مروان حمدي. لازم نتكلم هنا عن برضو يا كريم تصديات الشناوي كانت رائعة جدا، يعني لولا الشناوي برضو كنا ممكن فعلا يعني يدخل فينا كذا جول مش جول واحد، بس هو انقذ المرمى بتاعتنا من اكتر من فرصه. الشوط الثاني يمكن الاداء اتغير بشكل افضل واستطعنا ان احنا نوصل للوقت كمان الاضافي ونحرز بقى الهدف الثاني والثالث، عشان كده انا بقول كل دقيقه بتعدي كانت اعصابنا معاها فاهم يعني طبعًا. كان الوضع مش سهل فعلا.